على الرغم من التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والكتب الإلكترونية، إلا أن القراءة الورقية ذات أهمية كبرى لدى القراء والباحثين وطلاب العلم. مجموعة من النساء في محافظة بابل افتتحن أول مكتبة بإدارة نسائية بعد فترة عمل دامت لأكثر من سنتين بسبب الصعوبات التي واجهناها خلال فترة التحضيرات. فكرة المكتبة هي أصلاً كانت حلم، بس صعوبة تنفيذها خلانا ناخذ فترة، يعني تقريباً صارنا سنتين ونص نشتغل به، إلى أن بعدين صعوبة تنفيذها مادياً وكإمكانية التنظيم وشلون يعني نقدر ننفذ المشروع. صاحبة مكتبة العلا قالت إن مشروعها الثقافي والاقتصادي يستهدف العائلة العراقية، الأمر الذي جعلها تختار مركزا تجاريا ليكون مكانا للمكتبة. أنا مستهدف العائلة العراقية، العوائل العراقية وين تروح؟ تروح مولات، فأكثر المولات تجي، يعني سوينا المكتبة بمكان هي الناس تجي، يعني أوريدي هي واحدة تجي. مديرة المكتبة أكدت أن الإقبال على المكتبة كان بمستوى جيد وبمختلف الأعمار والاهتمامات، حيث يطلب القارئ أنواعا مختلفة من الكتب. الإقبال كلش حلو، الناس دا تجي بمختلف الأعمار ومختلف خلينا نقول الاهتمامات أو مختلف الطبقات، فتلقى طفل يجي ياخذ قصة أو يدور كتاب تاريخ عمره 11 سنة مثلا عن العراق، أو تلقى كبير بالعمر أو مرأة كبيرة شوية بالعمر تجي تاخذ رواية أو تاخذ مثلا تنمية. فبكل الأحوال راح تلقى كل الأصناف من البشر وكل الأعمار مهتمين كلهم بس بالكتاب. الشارع المحلي رحب بالفكرة التي تعد أول خطوة لإنشاء مثل هذا المشروع في المدينة. إدارة النسائية عندها أكو جدية بالموضوع أكثر من الرجالية، أكو تحمس، أكو فكرة جديدة كإدارة نسائية لهكذا أماكن، وفعلا إحنا كمجتمع حلي أنا بالنسبة لي متحمس لهيجي أماكن فعلا يعني وأرتاد هيجي أماكن. وهكذا نجحت محاولة تلك النسوة في افتتاح المكتبة الأولى من نوعها في بابل بعد أن واجهتهن الكثير من العوائق في طريقهن.